المجموعة اللي ويا كابتن هذا احمد ايضا عقدوا مؤتمر وسووا انتخابات اي وكل من يقول لك انا الشرعي اي انتم شو تقولون انتم شو تقولون احنا هسه اليوم جانا كتاب امس جانا الكتاب من وزير النقل وحوله الكابتن رعد حمودي حوله الى اللجنه القانونيه جيد اللجنه القانونيه حيسووا تقرير انه كلجنه اولمبيه ونمشي بيه هسه عرفنا تصريح للسيد نعيم البدري يقول ما نعرف ويا من نتعامل لحد الان لكن انا اتحدث اسالك سؤال انتم تتعاملون مع الانديه وفق قانون 18 صح؟ نعم قانون 18 يا سيد جميل يقول يجب على رئيس الهيئه الاداريه ان يمتلك شهاده اعداديه على الاقل طيب ما جليل حنون عنده متوسطه شهاده متوسطه شلون يصير رئيس نادي؟ هذا كلام قال على هذا كلام ليس في هذا كلام يتداول به بين الوسط الرياضي والوسط الاعلامي قدم لكم شهاده؟ ما جتنا لحد الان الوثائق شلون تقبل رئيس نادي ما متاكد من شهادته؟ ما اعرف ما جتنا احنا المفروض الملف يجي للجنه الاولمبيه هذا يخص الهيئه العامه هذا يخص الهيئه العامه النادي الميناء مو احنا اللي نقرر الهيئه العامه هي اللي تقرر اي مو هسه هيئتين عامه مع من تتعاملون؟ هيئتين عامه صارا الهيئة العامة الشرعية اكو هيئة عامة ساس الله يخليك منو يقر بشرعيتها؟ اني؟ انا اقول لك منو يقر بشرعيتها، اكو هيئة عامة من تقدم اكو مستند وصل وصولات وصول رسمي وانتساب الى عضو الهيئة العامة، هذا مثبت في سجلات النادي زين يعني مو اني اقول مثلا حاج يحمل بالهيئة العامة او مو بالهيئة العامة، لا السجل يقول والمستند الموجود يقول الكابتن هادي احمد عضو هيئة عامة على سبيل المثال هو طبعا هذا احمد علم من اعلام الرياضه العراقيه. طيب. زين؟ لكن انت من تجيب فد مثال ما ممكن واحد يقول انا بالهيئه العامه وما ممتلك وصف الانتساب. طيب ما هو الموضوع صار لاشهر ما تاكدتوا من الوصولات ايهما الهيئه العامه الشرعيه؟ معقوله ما تدري سيد جميل؟ يا اخي ما نعرف من الهيئه العامه، هم جايبين لنا الهيئات العامه. رحم الله والديك، شكرا جزيلا لك سيد جميل العبادي. ما نعرف من الهيئه العامه. منو يعرف؟ أنا أعرف من الهيئة العامة الشرعية ما أدري. سيد هادي أحمد تسمع؟ لو بس أنا أسمع. صحيح أستاذ علي. إي تفضل. صحيح ما أسمع صحيح أنا سمعتك صحيح. أنت هسه شوف أستاذ علي. أول 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 هيئة إدارية أي نادي؟ أول ما تنتخب الهيئة الإدارية تفكر من الأربع سنوات خاطر ورا الأربع سنوات خاطر هيئة لهم هيئة عامة على مقاسهم. هاي كلها موجوده بالاتحادات بالانديه اول ما يخلون لهم هيئه عامه على مقاسهم مدرب جيد. ليش سألت؟ يقول انا اتعامل مع هيئه عامه عندها وصولات.